في كتير طرق وسط الحياة، تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أخبار على الطريق، تأتي معكم فيها شيماء عبد اللطيف. الحكومة تناقش خطة إصلاح مزبيرو وتوافق على إنشاء شركة راديو النيل. قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة ناقشت متابعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير المؤسسي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهي الخطة التي تم إعدادها من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه تم مناقشة إنشاء شركة راديو النيل، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على إنشائها، وهي واحدة من الشركات المقترحة لخطة تطوير الإذاعة والتلفزيون ضمن مجموعة من الشركات من بينها تلفزيون النيل وشركة الخدمات. الحكومة توافق على إنشاء شركة مساهمة لتطوير المناطق التكنولوجية بمليار جنيه. قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات إن الحكومة وافقت على إنشاء شركة مساهمة مصرية لتطوير المناطق التكنولوجية في مصر بمشاركة بعض الجهات الحكومية، وذلك خلال أسبوع. وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن رأس مال الشركة مليار جنيه، متوقعا زيادته خلال الفترة القادمة مع الاستثمارات الخارجية التي تستهدف إلى إقامة 6 مناطق تكنولوجية. أمانة البرلمان تخطر النواب بزيادة اللجان النوعية ل26 لجنة حتى الآن. أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب في رسالة اليوم أعضاء المجلس بآخر التطورات التي وجدت على أعمال اللجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضحت في رسالتها أن اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس وافقت على زيادة عدد اللجان النوعية إلى 26 لجنة نوعية. القوى العاملة بالمنيا تسليم 2900 عقد عمل بالأردن لأبناء المحافظة. قال وجيه منير وهبة وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا في تصريحات صحفية له اليوم إن إجمالي العقود التي تم توزيعها على أبناء محافظة المنيا الموقع بشأنها بروتوكول تعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة القوى العاملة بالقاهرة بلغت 2900 عقدا، لافتا إلى أن محافظة المنيا كان لها النصيب الكبير من عقود العمل بالأردن. وزراء المياه العرب يناقشون وضع اتفاقية للموارد المائية المشتركة. انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع 11 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراء العربي للمياه، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة ما بين 27 حتى 28 من يناير الجاري، بحضور وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستويين العربي والدولي والمهتمين بالشأن المائي. رئيس مجلس النواب يزور مصابي الشرطة والجيش. يزور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عصر اليوم
المصابين من رجال الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة. وأضافت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان صحفي إن الدكتور علي عبد العال سيقوم بزيارة المصابين بمستشفى المعادي للقوات المسلحة الساعة 5 من مساء اليوم. الإسكان توقع مذكرة مع شركة صينية لإنشاء مدينة أولمبية بالعاصمة الإدارية. وقع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة تفاهم مع مجموعة سكك الحديد الدولية المحدودة الصينية لتنفيذ مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة، وهما 6 مباني حكومية ومدينة أولمبيك بارك الرياضية. الثلوج تكسو سانت كاترين لليوم الثاني ودرجة الحرارة 5 تحت الصفر. لليوم الثاني على التوالي يستمر تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين ودرجة الحرارة 5 تحت الصفر، أكد العميد عصام خضر مدير العمليات والأزمات بالمحافظة. تواصل سقوط الثلوج على مدينة سانت كاترين لليوم الثاني على التوالي، فيما وصلت درجة الحرارة إلى ما دون 5 درجات تحت الصفر. البيئة استدعاء وحدة التماسيح بأسوان لاصطياد تمساحين بترعة الإسماعيلية بمسترد. أعلنت وزارة البيئة إنه تم استعداد واستدعاء وحدة التماسيح بأسوان لتحديد آلية اصطياد تمساحين تم رصد إحداهما من خلال الأهالي بترعة الإسماعيلية بمسترد، ويتراوح طوله ما بين 60 إلى 70 سنتيمتر، فيما تم رصد الآخر من قبل الوزارة بطول 30 إلى 40 سنتيمتر. نفوق أسماك بالدقهلية لليوم الثاني ومصدر مادة سامة بالماء. وجه المهندس سعد الفرماوي رئيس مجلس ومدينة طلخة بمحافظة الدقهلية اليوم بتطهير ترعة الساحل والممتدة من مدينة سمنود وحتى مدينة شربين بطول يزيد عن 70 كيلومترا، والتي شهدت أمس نفوقا لأعداد هائلة من الأسماك في الترعة. الطيران المدني انتظام حركة بجميع المطارات وسوء الطقس لم يؤثر عليها. أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني اليوم انتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة وجميع المطارات المصرية رغم سوء الأحوال الجوية. بدء اجتماع الحكومة الإسبوعي برئاسة شريف إسماعيل لمناقشة الأوضاع الأمنية. بدأ اليوم اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يتناول الاجتماع متابعة تقارير أهم المشروعات التي تم العمل عليها للحكومة لجذب الاستثمارات. مصر تطالب الأفارقة بتأييد ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي. تسعى مصر خلال اجتماعات القمة الإفريقية التي ستبدأ اعمالها على مستوى وزراء الخارجية اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ان تحصل على تأييد الجانب الإفريقي للترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للفترة لعام 2017 و2019 في إطار مقاعد المجموعة الإفريقية. التموين تطلق مبادرة كتاب ورغيف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة بتانا بمبادرة الكتاب ورغيف المعنى الحقيقي للعيش والحرية، وذلك في معرض الكتاب الذي يفتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويستمر لمدة 15 يوما. طارق النبراوي عدد المهندسين بالمحافظات 700,000 وليس لديهم مستشفى. قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في مصر إن نقابة المهندسين لا يوجد لديها مستشفى من مطروح إلى أسوان،
وهذا مطلب من عشرات السنين للمهندسين، أن يكون لهم مستشفى مثل السكة الحديد والكهرباء، وأن عدد المهندسين بجميع المحافظات 700,000 مهندس. رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة 47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الدورة 47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل عنوان الثقافة في المواجهة في 12 ظهر اليوم الأربعاء بأرض المعارض بمدينة نصر. مقتل 4 من قوات الأمن العراقية في سلسلة تفجيرات غربي البلاد. أسفرت سلسلة من الهجمات الانتحارية عن مقتل 4 على الأقل من قوات الأمن العراقية وإصابة 10 آخرين غربي العراق، حسب ما قال مسؤول وقال شيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي في البغدادي بمحافظة الأنبار، إن 5 تفجيرات انتحارية استهدفت دار الضيافة الخاصة به عند فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل مقاتل عشائري كان يحرس المبنى وأصابت 10 آخرين. الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع ماليزيا وقائد القيادة المركزية الأمريكية. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كل من وزير الدفاع الأندونيسي ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين نائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي الفريق داتو عبد العزيز محمد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة ودولهم في المجالات الدفاعية. سلاح الجو السوري يدمر مقرات للتنظيمات المسلحة في مناطق متعددة. أفاد مصدر عسكري سوري بأن سلاح الجو دمر في ضرباته المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي معسكر للتدريب ومستودع ذخيرة شمال مدينة الباب الواقعة شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كيلومتر. مقتل 20 عنصرا من تنظيم داعش بمحافظة الأنبار في العراق. أفادت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها بمقتل 20 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابية أثناء هجوما في منطقة الجريشي في محافظة الأنبار بالعراق. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات ضد مواطنين فلسطينيين في عدة أنحاء بمحافظات الضفة الغربية المحتلة. وكشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم أن 3 مواطنين اعتقلوا من عدة أنحاء في محافظة جنين، فيما اعتقل مواطنين 2 من محافظة أريحة، وأشار إلى أن مواطنية اعتقل من بلد العالم. في على احترام الاتفاق السياسي وعلى جميع احترامه. طائرات التحالف العربي تشن سلسلة غارات على تجمعات الحوثيين في صنعاء. افادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها ان طائرات التحالف العربي قامت بقصف تجمعات الحوثيين في مبنى السلطة المحلية والمجتمع الحكومي في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى سلسلة غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية السبرة في محافظة إب اليمنية.
تعديل وزاري في قطر يطيح بوزيري الدفاع والخارجية. في خطوة تثير العديد من علامات الاستفهام داخل الدولة المعروفة بالانقلابات الداخلية منذ عقدين، أصدر أمير دولة قطر تميم بن محمد الثاني أمر رقم 1 لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليوم، شمل تغيير وزيري الدفاع والخارجية. الاندبندنت، مخاوف بين الخبراء من انتشار فيروس زيكا عبر الجنس. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الخبراء يخشون من أن فيروس زيكا المتسبب في حدوث خلل في المخ للأجنة ربما ينتقل عبر الجنس، ومن المعروف أن فيروس زيكا ينتشر عبر لدغات البعوض، وقد انتشر بشكل سريع في البرازيل وعدد من دول أمريكا الجنوبية منذ أواخر العام الماضي، وفي حين يظهر في شكل حمى غير مؤذية نسبيا في أغلب المرضى، إلا أنه مرتبط بزيادة حادة في مرض صغر حجم الرأس والتي تؤدي إلى ولادة أطفال برؤوس منكمشة. أوباما يدعو لتطوير سريع للقاحات فيروس زيكا خوفا من انتشاره بأمريكا. أكدت صحيفة إسبانية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا إلى تطوير سريع لاختبارات لقاحات فيروس زيكا بعد توقعات منظمة الصحة العالمية بانتشار الفيروس في الأمريكتين بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس وزراء فرنسا، إسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب لا يشمل مزدوجي الجنسية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن مشروع التعديل الدستوري حول إسقاط الجنسية من الفرنسيين المدانين في قضية الإرهاب لن يشير إلى مزدوجي الجنسية بالتحديد على غرار النص الوارد في القانون العادي. كاميرون يحذر سكان لندن من انتخاب صديق خان مرشح حزب العمال. دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى عدم انتخاب مرشح حزب العمال صديق خان كعمدة لمدينة لندن، محذرا من أن العاصمة ستصبح معملا للتجارب الاقتصادية لزعيم حزب العمال جيرمي كوربين. فيتنام تعيد انتخاب رئيس الحزب الشيوعي. ذكرت وسائل الإعلام أن الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام إعاد اليوم انتخاب رئيسا له للسنوات الخمس التالية، وذهب منصب الأمين العام للحزب الشيوعي لنجين أخرى في أعقاب مؤتمر للحزب استمر 8 أيام طبقا لما ذكرت وكالة فيتنام للأنباء. رئيس الأهلي يجتمع بأمين الصندوق لمناقشة أزمة التعيين والحجز على الأرصدة. يعقد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المعين حاليا جلسة ودية مع كامل زاهر أمين الصندوق لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي يأتي في مقدمتها ملف تعيين المجلس وكذلك الحجز على أرصدة النادي بالبنوك. 24 لاعبا في معسكر الزمالك بمصر الجديدة. ضم الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو 24 لاعبا للمعسكر الذي انطلق صباح اليوم في أحد فنادق مصر الجديدة ويستمر حتى السبت المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم 3 فبراير المقبل بالدوري. سعد سمير وأحمد الشيخ ينتظمان في مران الأهلي بعد العمرة. ينتظم ثنائي الأهلي سعد سمير وأحمد الشيخ في مران الفريق اليوم بعد العودة للقاهرة والانتهاء من أداء مناسك العمرة، وذلك استعداد لمباراة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري. 300 مليون يورو من سان جيرمان لضم نيمار ورونالدو. يجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 3
مليون 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها على الصفقات الصيفية لتدعيم الفريق بأحد الثلاثي روبرت وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفيا. صلاح والنيني على مائدة عشاء وزير الثقافة الجزائري وأبو تريكة. أقام عز الدين مهيوبي وزير الثقافة الجزائري مأدبة عشاء تكريما للنجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة على هامش حضوره الأخير لحفل الكرة الذهبية الجزائرية. بايرن ميونخ يمنع برشلونة من 70 مليون يورو سنويا. أبرم نادي بايرن ميونخ الألماني اتفاقا مع مطار الدوحة الدولي لرعاية قميص التدريب للفريق البافاري مقابل 15 مليون يورو سنويا. وقال كارل الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ خلال المؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن الاتفاق على رعاية مطارات حمد الدولية لقميص تدريب الفريق البافاري إنه سعيد بتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أنها خطوة للأمام في خطة النادي الدولية. أما عن الأخبار الفنية، هشام سليم لوزير الداخلية: بوكس دخل مدرسة ابنتي للقبض عليها. وجه الفنان هشام سليم رسالة لوزير الداخلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب القبض على ابنتي من داخل مدرستها. تكريم كارول سماحة وسميرة سعيد وليلى علوي بمهرجان الرواد. اختارت إدارة مهرجان الرواد في دورته الثانية برئاسة الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف عدد كبير من نجوم الفن بمصر والوطن العربي لتكريمهم على مشوارهم الفني الحافل بالأعمال المتميزة، منهم محمد صبحي ووليد توفيق وإسعاد يونس، إضافة للنجمات كارول سماحة وسميرة سعيد وليلى علوي وكارمن لبس، فضلا عن تكريمه لعدد كبير من نجوم السياسة والمجتمع. بصور أسرة أسد سيناء تحتفل بالعرض الخاص بسينما نايل سيتي. احتفل صناع فيلم أسد سيناء بالعرض الخاص للعمل مساء أمس الثلاثاء بسينما نايل سيتي، وحضر من أبطاله رامي وحيد وعمر رمزي وماهر عصام وعمر صحصاح ونهى إسماعيل وحمدي الوزير ومحمد صلاح ومحمد الشربيني ومصطفى عباس وسالم البنا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تكون قد انتهت نشرتنا الإخبارية، على أمل اللقاء بكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. في كتير طرق وسط الحياة.